مثال برشا. بعثنا أميمة ورحمة الفيولات نتاع العروسات هذيك اللي تلبس مش نورمال وعاملوني لبنان خاطر تفهم فيها الحكاية هذيا. عملنا لهم مكياج أسي سبيسيال لبسناهم بلبسة نتاع عروسة. أما أميمة باش تلعب دور العروسة المتغشة وهربة من العرس نتاعها. باش نبعثوها القهوة باش تطلع في تاكسي تهرب تمشي للقهوة تدخل في وسط القهوة تبدا تبكي ودخلت عليها أختها اللي هي رحمة دونك لبسة حتى هي هربة من العرس وتحاول ترضيها وباش نشوفوا اسكو اللي متواجدين في قهوه 716 الكل باش يرضيوها ولا باش يجيو يحكيو معاها ولا دونك الديفي هذا باش نعملوه ا كونديسيون بيان سور لازمنا ناخذوا 1200 جنيه From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Hey! Why must the children play in the street? Broken off, قاعد نشوف القهوة هزت راسي نلقى كان في عروسة داخلة نلقى كان في عروسة داخلة برجولية واحد شكة مع أول مرة نشوف عروسة معناها مفاصعة من العرس نتاعها والصغار عليها حصلوا برافو ليا فام والعروسة مهبولة برجولية بكيب كاملة طيب حكينا كي دخلت العروسة كيفاش شنو هي شنو معناها شنو هي جي المخ جي المخي بالحق معناتها تغشت ما حبيتش على رجلها وهربت منه اي وتصورتها بالحق معناها صدقتها صدقت نسخلت بالحق انا هربت من راجلك وما عينكش شنو هي سي بوندي فيه فريمون من الاول تاع مشينا من الرسمي الحكايه من الاول خاطر جايبه من عندها هي ومارسها بالرسمي وجايبه عرفت شنو خاطر معاها عرفت مثلا والله يعطيك الصحه من الاول جبت من عندك شويه عندك انت وعجبتني اللي معاك رحمه انا في بالي من الاول مش اخت في بالي اخت راجلك مش عروس خاطر انت كي طرت عليها كي نظره ما تونديك يعني هي تدي فيك اخته وهو دونك انت فاتت احنا توا في 616 بالحق العبيد بالحق طلعوا على نيتهم في 616 خاطر برشا صدقوا يا انا نعرف نمثل منيح يا هما بالحق عندهم برشا مراوش عروسها هاربه دونك ميرسي للعباد اللي هوني برشا بنات يهديو فيا ولاولاد كيف وسع بالك وعلى خاطر امك وكل شيء ميرسي ليهم ميرسي 616 ميرسي نجلة فيوليت